نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح فعاليات المؤتمر الحاشد الثاني وذلك بمدينة الحمام لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شهدت الفعاليات وعرض فيديو عن دعم حزب مستقبل وطن لقرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الأحداث في غزة، ثم عرض فيديو عن إنجازات المرشح الرئاسي السيسي خلال توليه حكم مصر، ورفع أبناء مطروح أعلام مصر خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، معلنين تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. المؤتمر الحاشد اليوم الذي يقيم بمدينة الحمام والذي جاء فيه أبناء محافظة مطروح جميعا من أقصى الغرب ومدينة السلوم إلى أقصى الجنوب مدينة سيوة، وهم على رأي قلب رجل واحد، وهو رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رد الجميل لما قام به. احنا النهاردة في مدينة الحمام في دعم تأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا النهارده كان حضور كبير جدا، وده بيعكس مدى حب الناس لقائد نهضة مصر الحديثة وصاحب الخطوط الحمراء لحماية الأمن القومي المصري. وإحنا بندعو جميع الشعب المصري العظيم للوقوف خلف القيادة السياسية. تجتمع اليوم مدينة الحمام ومحافظة مطروح بجميع قادتها وعمادها ومشايخها وعواقلها على قلب رجل واحد، داعمين ومؤيدين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعمين للاستقرار والأمن والأمان. ولا شك أن محافظة مطروح كان لها نصيب كبير جدا من المشروعات القومية بمحافظة مطروح، كترعة الحمام، مدينة العالمين، محطة الطاقة النووية بالضبعة، مدينة رأس الحكمة الجاري إنشائها، منفذ السلوم، غير الطرق ومشروعات الطرق والتنموية التي تخدم الكثير من التجمعات والكثير من المدن.